لكن بذمتك يا شيخ وحياة عينيك وعفيتك، ده سبب يخليك تسيب بيتك وعيالك، تسيب مراتك اللي ضيعت احلى سنين من عمرها تحت رجليك، والعيال اخواتي الغلابة التانيين دول ذنبهم ايه؟ عايزهم يصيعوا؟ حتى لو حبوا يصيعوا مش هيعرفوا، كبروا على الصياعة. انا خدتها من بدري ولحقتلي مكان. ارجوك ارجوك فكر شوية ولو خمس دقايق. انا شايف انك بتضيع وقت زيادة عن اللزوم. احنا كلنا ما نستاهلش منك خمس دقايق؟ خمس دقايق للنفس مستعجل قوي انك تروح لها؟ هتروح لكن احلفلك وانا بقول لك كلام ده على الخبرة، هيجي عليك يوم تتمنى اللي فات يرجع، ولو ساعة ولو دقيقة ولو ثانية. الراجل مننا بعد ما يوصل اللي هو عايزه من الست بيحس بالندم، بيتمنى لو كان فكر قبل ما يسيب اللي يسوى عشان ما يسواش. وانا دلوقتي بديلك فرصة انك تفكر. فكر يا جدع، فكر يا بني ادم، فكر، خلي عندك